نظمت السفارة التونسية في العاصمة البريطانية لندن معرضا للرسام التونسي المعروف فتحي الزبيدي، أهدى خلاله نسخة عن لوحة باسم إيقاع السلام للبرلمان البريطاني، يخلد فيها الضحايا البريطانيين الذين سقطوا إثر عمليتي متحف باردو وشاطئ سوسة العام الماضي. صوت خافت لموج بعيد وزرقة كتلك التي تلون سماء يوم صيفي في تونس، ورائحة رمال امتزجت بدماء الضحايا. خليط الأحاسيس وتقارب الألوان في لوحة إيقاع السلام للفنان التونسي فتحي الزبيدي. الزبيدي قدم هذا العمل بإحساس كبير لتخليد ضحايا الهجمات على شاطئ سوسة مسقط رأس الفنان، والذي راح ضحيته 39 شخصا من بينهم 30 بريطانيا. هارموني فور بيس هي معناها حاجة أساسية في العمل الفني، هي الهارموني. هارموني شنية معناها شعوب مربوطة بعضها في حياة في قرب البعض، وهذا هي الهارموني. معناها شعوب ديفرنت شعوب أما يكونوا في الهارموني اللي يتلمهم هي البيس. كما قدم نسخة مصغرة من العمل لمجلس العموم البريطاني، واعتبر قبولها من قبل المتحدث باسم البرلمان ترحيبا ببناء علاقات قوية مجددا بين البلدين. نربطوا ما بين الشعوب، ما بين الأوروبيين، ما بين البلدين العربية، هذاك هو. احنا ماذا بيش تفرغوش بعضنا، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا الصور هذه اللي مرعبة هذه في العالم. المعرض الذي يقدم أبرز لوحات الفنان المعروف جرى بالتنسيق بين السفارة التونسية والمركز الثقافي الإفريقي في لندن، والذي أنشئ عام 1964 لدعم الثقافة والفن من القارة الإفريقية. تونس التي تعتمد على السياحة كدخل أساسي تعرف بميولها الليبرالية، ولكنها بدأت تعاني من تبعات التطرف الذي انتشر في الشرق الأوسط عقب الثورة عام 2011، وتشهد البلد هدوءاً نسبياً منذ أحداث العام الماضي. فقد حث المسؤولون التونسيون مؤخراً الحكومة البريطانية رفع حالة الطوارئ المفروضة على السفر إلى تونس بعد انخفاض عدد الزوار البريطانيين بنسبة 90% في الجزء الأول من العام. هو أحسن رسالة وأحسن جواب للعنف هو الفن والانفتاح والمعرفة، لأن هذا العنف هو ناتج عن الانغلاق وناتج عن الجهل. ولكن ما يعني الفنان فتحي الزبيدي هو أن يتمكن ولو لبرهة صغيرة أن يعكس الثقافة الحقيقية لتونس الليبرالية. الانغلاق هو الحاضن المثالي للتطرف والتشدد، هذه هي كلمات الفنان التونسي الذي يأمل من خلال هذه اللوحات أن يظهر صورة الحقيقية لبلاده. هادي العلوي، بي بي سي، لندن.